الاستاذه هبه كف الغزال يعني. انا بس عندي سؤال لو سمحت في الاول خالص، مين كف الغزال؟ لقب العيد. ايه اكتر مشكله بتقابل الستات في مصر؟ الستات اساسا مشكله، ما شاء الله، مشكله مؤرقه كل الناس اللي في الدنيا، وفي مصر بقى تحديدا اكتر مشكله بتقابل الست المصريه هي النظره الدينيه للمجتمع للمراه المصريه. يعني اللي بيبقى عايز يروح لدكتور بيختار دكتور راجل، ما بيختارش دكتوره ست الا قليل قوي. ايه اهم مشكله في الشان العام بتضايقك؟ يعني ايه الحاجه اللي بتحصل طول الوقت ممكن تضايق هبه كف الغزال؟ الانقسام والتفتيت اللي حاصل في المجتمع. كل مجموعه بقت منغلقه على نفسها ومسميه نفسها اسم ومتحيزه بشده للفكر بتاعها او للايديولوجيه اللي هي متمسكه بيها. اكيد في حد مسؤول عن حاله الانقسام دي. مين اللي ودى البلد في سكه الانقسام؟ مين اللي خلى الناس مش طايقه بعض؟ مين اللي ضحك على الناس وفهمهم حاجات غير حقيقيه فخلى الناس تنقسم على بعضها بالشكل ده؟ مفيش حد بيقدر يضحك على حد غير لو هو عنده استعداد انه يضحك عليه. ايه راي حضرتك في جيل الشباب اللي موجود النهارده، الولاد اللي هم من سن 20 ل 30 35 سنه، الجيل ده ايه راي حضرتك فيه؟ الجيل ده ممكن يتحمل المسؤوليه؟ طبعا الجيل ده بكل الخلفيات بتاعته ممكن يتحمل المسؤوليه. السن الصغير الميزه الحلوه اللي فيه ان هو تفكيره حر، ما عندهوش قيود، مش زي الكبار. الكبار بيبقى عندهم مسؤوليات، بيبقى وراهم حاجات، بيبقى عايز الدنيا تمشي بطريقه معينه لانه مش عايز يفقد عمله مثلا. مشكله كبيره جدا انك انت مش عارف تتكلم مع الشباب، انت مش عارف تتكلم لغتهم، انت بتقول كلام بياخدوه هو ماده للسخريه، لانه الاسلوب اللي بيتقال بيه الكلام بيخليهم بيستفزهم، بيخليهم مش قادرين يسمعوا حتى لو انت بتقول كلام صح، لكن هم مش قادرين يسمعوك بسبب الاسلوب اللي انت بتقوله. حقيقي كل اللي بيهمني ان المجتمع ده ما يتقسمش اكتر من كده، انا مش عايزه المجتمع ده يتقسم، وده هو الخطر الحقيقي اللي انا شايفه. تمام جدا، ألف شكر لحضرتك أستاذة هبة كف الغزال، شكرا جزيلا.